عليكم شباب، معكم محمد الحمادي من قناة Amazing Game. لكم فيديو جديد بعلمكم كيف تحطون ثيمات حق بلاي ستيشن 3. نفس ما تشوفون هذا ثيم حق ميسي، وهنا تجي مكان ثيمات. شفنا نزل ثيمات انا تقريبا 5 او 6 مال لعبة جديدة ادفانس وورد. هاي خلنا نعلمكم كيف نزلهم. تجون شي حق سيرج على الويب، اكتبوا هذا الثيم، ثيم ما ادري ايش الصراحة، بينسمك او شيء من هذا. المهم اكتبوا نفسه، سوي سيرج عليه. اول ما راح تسوي سيرج يطلع لك على جوجل، اضغط اول واحد، هذه بلاي ستيشن 3 ثيم، راح تحصل لك اول شيء. غير هذا لا تضغط، هذا بلاي ستيشن 3 ثيم. تشوفون يعني اتصال محمي بعد نفس ما تشوفون فوق، يعني مش ملعوب، يعني ما في هاكر ولا فيروس ولا شيء، يعني عادي تقدر تنزل منه. هو شيء يعطيك اللي اكثر شيء الناس منزلينه. هاي الصفحة الرئيسية نفس ما تشوفون. الحين بيطلع لك سيرج هني، شوفين بيطلع لك اكثر شيء منزلينه 2912 لعبة جراند الثيم ماله. شو ما تبي بكتب هني اي شيء تبي بكتب مدروفا 3 مدروفا اوفر 3 كول اوف ديوتي، هي لعبة الحين نريد كود 8. الحين ما راح تسوي سيرج جو، اصبر عليه شوي. ايوة شوف هو الحين طلع لك يعني من اللعبة ثيمات، فانت تشوف اي ثيم يعجبك. انا مثلا هذا عجبني، اي واحد عجبك تروح تضغط على اسمه. هو ما راح تفتح الصفحة يوم تدق على اسمه بيطلع لك صورة الثيم وفيديو حق الثيم يعرفك على الثيم، يعني كيف الثيم. ما انا خلق الحين افتحه، بيطلع لك داونلود هير. لما تضغط عليه خلاص الواحد ينزل على حسب الثيم. يعني اكثر شيء، اكثر ثيم طول معاي انا خذ دقيقة، هذا اكبر ثيم يمكن تحصله دقيقة بس. شوف هذا 20 12 ثانية، لما تخلص تطلع. وما تطلع تحس انه شوي علق، يعني شوف ما تقدر تتحرك، بعد شوي تقدر تروح عند الثيم. هذا هو جمعت. شوفوا كل الثيمات متحركة طبعا، يعني براويكم الثيمات اللي عندي. عندي هذا مال فيفا بس يتغير يعني شكله، يعني شوف لو رحت ضغط عليه بقى مرة يتغير. شوف يتغير. فهني عندنا بعد مال جراند، شوف مال جراند، شوف الصور تتغير. وعندك هذا بعد، يعني في وايد ثيمات حلوة تقدر تحصلها. فإن شاء الله أنه عجبكم الشرح وكان بسيط عليكم، ما حبيت أطول عليكم. بس قبل ما تطلعون بغيت لايك واشتراك في القناة. مع السلامة.